السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هنحل النهاردة ان شاء الله شيت نمبر 3 تل لسون 4 في يونت 1، مراجعات بقى وبنظبط الشغل بتاعنا زي ما اتفقنا. قبل ما نبدأ يا شباب كله بيقول بسم الله، يلا بسم الله. compare write less than greater than or equal، هنقارن بين الارقام اللي هو مديها لنا. تمام، هنا بيقول لي 0.005 وهنا بيقول لي 0.05. اوكي، طبعا في ناس على طول اول ما هتبص كده هتقول لي يا ميس العلامة بتاعتي هتبص كده، برافو عليكم منتلي. وفي ناس هتبدأ تقارن، مفيش اي مشكلة. هنروح نبص عند الهول بارت الاول، هنا في 0 هنا في 0، قابلتني الديسمال بوينت. اوكي، عندي في التنث بليس هنا في 0 هنا في 0. طب الهندرتس بليس اخباره ايه؟ هنا في 0 وهنا في 5، طبعا الفايف تكسب، متفقين؟ طب هنا 10.1 وهنا 10.011. اوعى حد يستعجل ويقول لي هنا في ديجيتس كتير يبقى هي دي اللي تكسب، ركز معايا كده. ها نبص على الهول بارت، هنا في 10 وهنا في 10، قابلتني الديسمال بوينت اهي. تعالى عند التنث بليس، هنا في 1 وهنا في 0، يبقى هو ده اللي يكسب. طبعا احنا بنقارن يا شباب واحنا ماشيين كده الديجيتس بتاعتنا، تمام؟ احنا بنقارن وانت اتجاهك كده، يعني بتبص الاول كده يا ميس انا عندي في الهول بارت هنا 10 وهنا 10، خلاص دول زي بعض مش هيساعدوني في حاجه. هروح ابص على التنس بليس، انا ماشي كده قابلت التنس بليس اهو، التنس هنا في 1 والتنس هنا في 0، فطبعا التنس اللي عنده 1 هو اللي ايه؟ اللي يكسب، متفقين؟ هنا 3.198 وهنا 3.2 نفس الكلام، عندي في الهول بارت 3 وفي الهول بارت 3، قابلتني الديسمال بوينت اهو، متفقين؟ تعالى عند التنس بليس، عندك هنا 1 وعندك هنا 2، ال 2 تكسب طبعا. وبشكل تاني في واحد يقول لي طب يا ميس ممكن اظبط الديسمال بورت بتاعي، يعني هنا عندي 3 ديجيتس في الديسمال بورت، اخليهم هنا 3 ديجيتس واحط 0 و0؟ خليهم 3 ديجيتس يا سيدي. بقى عندك ايه في الديسمال بورت؟ بقى عندي هنا 198,000 وهنا عندك 200,000، مين يكسب؟ 198 ولا 200؟ طبعا اللي عنده 200. بص بالطريقتين ازاي. طب هنا 24.6 وهنا 24.600. ايه ده؟ بص يا ميس 24 زي 24 وعندي هنا 6 وعندي هنا 6. طب وبعد كده عندي زيروهات، هو انا لو حطيت هنا زيروهات هيحصل حاجه؟ الرقم القيمة بتاعته الفاليو بتاعته هتختلف؟ لا، زي ما هو، يبقى الكلام ده equals. هنا 14 and 315,000. طيب اوكي، وهنا 41، ده انا من غير ما اكمل يميس هنا 14 وهنا 41، 41 تكسب. الهول بارت خلاص حسم لي القضية، خلصها لي، هو دوت اللي ساعدني من غير ما اروح ابص على الديسمال بارت بتاعي. هنا 2 ones 2 hundreds، تو وانز، وادي الديسمال بوينت بتاعتي 02، دي معنى تو وانز تو هندردز. طب تعالى هنا 2.2، ابدا قارن، هول بارت بتاعي عندي 2 و2 زي بعض، قابلتني الديسمال بوينت والديسمال بوينت، هنا عندي في التنس بليس 0 وهنا عندي 2، ال2 تكسب. لما اقول لك 0 ولا 2 في التنس بليس طبعا ال2 تكسب. طب هنا 15,000 يعني 0.015، دي معناها، وهنا كاتب لك 0.01 + 0.005، اجمع لي دول كده مع بعض، هظبطك واعلمك تجمعها ازاي لو مش عارف. بص معايا هنا كده 0.01 وبعدين التانية 0، الديسمال بوينت عندي اهم حاجة تتحط تحت بعضها كده. اوكي 0.05، مش هي دي النمبرز بتاعتك؟ شد اللاين، بص كده على الديسمال بورت يا ميس، عندي هنا 2 ديجيتس وعندي هنا 3 ديجيتس، ظبط الميزان، يعني هتحط 0 هنا، ابدا اجمع بقى يلا. ها 0 + 5 5 1 + 0 1 0 + 0 0، قابلتني الديسمال بوينت نزلها وهنا الزيرو نزل اهو 0.015 0.015، يبقى الكلام ده ايكوال، هنا زي هنا، الناحيتين زي بعض. تمام، السؤال اللي بعده choose the correct answer 36.214 multiplied by 100. يمس multiplied by 100 يعني الديسمال بوينت بتاعتي هتتحرك 2 digits to the right، ادي 1 2،
هتيجي بتوين ال 1 وال 4 نزل الديجيتس بتاعتك 3 6 2 1 وبعدين ديسمال بوينت وبعدين 4. شوف الدنيا بتمشي ازاي. طب تعالى نبص هي فين هنا 3 6 2 1.4، هي دي. طب هنا بيقول لك 5.361. الكلام ده اكبر من مين من الارقام اللي قدامك هنا؟ اكبر من مين؟ اوكي تعالوا نقارن رقم مع رقم. ها معاك هنا 5 وهنا 5، هنا في التنس بليس 3 وهنا 3، لكن هنا في الثاوزنس بليس في 6 وهنا في 7. لا الكلام ده مش هينفع، ال 6 ما ينفعش تبقى اكبر من ال 7 يا شباب. طب تعالى هنا، ها في الهول بارت 5 و5 والديسمال بوينت قابلتني 3 3 6 6، هنا 1 وهنا في 2، ال 1 دي ما ينفعش تبقى ايه اكبر من ال 2، ما ينفعش تبقى جريتر. اوكي طب هنا 5 و5 في الهول بارت 3 و3، اوكي 6 و6، تمام لغاية كده 1 و6. لا برضو دي مش هتنفع يا ميس، ال 1 ما تنفعش تبقى جريتر زين 6. طب تعالى نبص على اخر واحدة معانا، هنا في 3 في الهول بارت وهنا في 5، اه ده دي من اولها على طول هي دي. يبقى طبعا عندك الثري تمام اصغر من مين يا شباب؟ من الفايف، فعلى طول هي دي اللي ايه اللي كسبت، او الفايف greater than الثري، يعني قلتها كده او كده الاثنين صح تمام. 316 divided by 10 divided by 10 يا ميس، يبقى الديسمال بوينت هتتحرك to the left، يبقى هاجي احط ديسمال بوينت هنا كده وتتحرك 1 digit، هينزل لي 31.6 31.6 تمام. طيب in the problem 74.8 divided by 10، هو مدي لك problem اهي وبيقول لك انها divided by 10. خد بالك the value of the digit 4، digit 4 ده لما اعمل له divided decrease from 4 to a، هيقل القيمة بتاعته، هو هنا كان 4 هيبقى ايه يميس؟ هيبقى 0.4 0.4، اصل الفور دي موجودة فين؟ في الوانز بليس، ولما يحصل له ديكريز يبقى هيزق كده عند الخانة اللي جنبها اللي هي 10، صح ولا لا؟ 0.4 اللي هي 4/10، 0.4 يا شباب اللي هي 4/10، متفقين؟ طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول order from least to greatest، عايزك ترتب ascending from least to greatest، يعني ascending order تمام. طيب تعالى نبدأ نبص على الأرقام اللي معانا ونفكر هنرتبهم ازاي. ها تعالى نبص على الهول بارت الأول، معايا 32 و 23 و 32 و 23. يبقى أول حاجة الأرقام اللي عندها 23 دي هتيجي في الأول، أكيد منهم الصغير، أكيد منهم الرقم الصغير. طب مين فيهم أصغر، 23.141 ولا 23.411؟ وتاخد بالك كده هنا 23 و 23، هنا في 1 في التنس بلس وهنا في 4، يبقى هو ده اللي هيجي الاول 23.141. بعد كده هيجي اللي عنده 23 التاني ده 23.411. خلصنا ده وخلصنا ده، تعال نروح نقارن بقى بين اللي عندهم 32 هنا 32 هنا 32. طب هنا هوت عندي في التنس بليس 1 وعندي في التنس بليس 4، اكيد اللي عنده 1 هو ده الاصغر، يبقى هيجي دلوقتي 32.141 وفي الاخر هيجي ده 32.411. احنا كده رتبناهم ascending او from the least to the greatest، رتبناهم. شفت بفكر فيها ازاي؟ طيب تعالى نشتغل على المسألة اللي بعدها، انا معايا هنا 1.351 1.135 1.531 1.315. يا ميس هنا كلهم 1، كل الديجيتس اللي عندي في الهول بارت 1. طب تعالى نبص على التنس بليس، ما هي انت لازم تمشيها ستيب باي ستيب كده. هنا عندك ايه؟ عندي 3 وهنا في 1 وهنا في 5 وهنا في 3، يبقى اللي عندها 1 في التنس بليس دي اصغر واحده، يبقى 1.135 ادي اول رقم هيقابلني. اوكي طب بعد كده يا ميس عندي رقمين عندهم 3 في التنس بليز، بصي هنا في 3 وهنا في 3، بص على الديجيت اللي جنبه
ال 100 بليس فيه ايه؟ هنا عندي 1 وهنا عندي 5، يبقى اللي عنده 1 ده اصغر، يبقى ده اللي هيجي 1.315. بعد كده هيجي ايه؟ التاني بقى اللي عنده برضو 3، ده اللي كنا بنقارن معاه، يبقى 1.351. وبعد كده هيجي اكبر واحد قدامك اللي هو 1.531 اللي هو ده اكبر واحد فيهم. متفقين؟ طيب تعال بص معايا على السؤال اللي بعده. بيقول use the place value chart place value chart to solve the following problem. Fill in the blanks to show how the value of each digit also changed. بعد كده كمل الكلام اللي قدامك. اوكي طيب انا معايا 85 multiplied by 10. 85 يا شباب multiplied by 10. طب اول حاجة الزيرو هتنزل on the right و 85 by 1 ب 85. تعال نروح نكتب له الكلام ده هنا في البليس فاليو تشارت. كان معايا 85 اهي، يبقى ال 5 دي موجودة في ال 1 وال 8 موجودة في ال 10. لما عملت لها multiply by 10 بقت ايه؟ بقت 850. بقى عندك 0 في ال 1، 5 في ال 10، 8 في ايه؟ في ال 100. بص اللي بيحصل، الفاليو بتاعت الديجيتس بتاعتك بيحصل لها ايه؟ ها انكريز، بتزيد. طب تعالى ننزل نبص تحت كده. The value of the whole number، الهول نمبر بتاعك الرقم كله 85 انكريز ولا ديكريز؟ يا ميس ده كان 85 بقى 850، طبعا انكريز زاد when multiplying by 10. متفقين؟ The value of the digit 5، طب ال 5 دي لوحدها انكريز ولا ديكريز؟ طبعا بصوا احنا لسه قايلين انكريز اهو، زادت، كانت في ال 1 بليس راحت في ال 10 بليس when multiplying by 10 from A to A. كانت الفاليو بتاعتها ايه وبقت ايه؟ يا ميس كانت الفاليو بتاعت ال 5 ولما راحت في ال 10 بقت 50، كانت 5 عشان كانت ساكنه في ال 1 ولما راحت سكنت في ال 10 بقت 50، الفاليو بتاعتها انكريز. واضحه الفكره؟ ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه بظهر الغيب، وتكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير عشان الكل يستفيد. يلا سلام عليكم.